ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا رائد. أهلا. ويعني دعنا، كثير من الملفات مؤكد العالقة والتي تشغل بال العالم، ملف التجارة العالق بين بكين وواشنطن، رغم ميلوتشن الذي أكد على عودة المفاوضات من جديد، إلى ما ذلك من هذه التفاصيل. لكن دعنا نبدأ بألمانيا. بالأمس شغلت بال أوروبا في ظل بيانات مخيبة للآمال تحيد من قدرة القاطرة الأوروبية على السير قدما نحو تحقيق معدلات ارتفاع، وأنت تعلم أنه إذا تأثرت ألمانيا تداعت لها سائر أوروبا بالسهر والحمى. تماما، يعني ألمانيا تؤكد من خلال بيانات البي ام ايز او مؤشر مديري المشتريات المتراجعة ان الاقتصاد الألماني يعني يتجه الى ركود ثالث ربما للربع الثالث هذا العام، وبالتالي يؤكد على الأزمة التي يعاني منها العالم اولا وأوروبا تحديدا وعلى رأسها ألمانيا، بان هناك ركود اقتصادي قوي مقبل على المنطقة، وبالتالي هذا التراجع في مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إنما هو تأكيد على أنه نحن في عندنا مشكلة بالطلب العام وعلى الاقتصاد الألماني على وجه التحديد، والذي يقف على قائمة الانتظار إذا تأكدنا من ذلك. بالنسبة للأعداء الولايات المتحدة الأمريكية التجاريين من بعد الصين، وبالتالي تداعيات ما يحدث ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يحسب لها حسبان كبير من قبل ألمانيا، وقطاع السيارات تحديدا الذي قد يعاني من أزمة إذا ما تم رفع اتهامات أو رفع أعلام جديدة لحرب تجارية مع بين الولايات المتحدة الأمريكية والقطاع والمنطقة الأوروبية على رأسها ألمانيا. إضافة لذلك أنه نحن أساسا ما خرجنا من أزمة من المنطقة الأوروبية، وأساسا البيانات لا تزال متراجعة. كان الاقتصاد الألماني هو القائد أو الليدر للدول الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية، ولكن مع الربعين الماضيات نرى أن هناك تراجع حقيقي داخل هذا الاقتصاد الألماني، وأن هناك تأثر حقيقي بآفاق النمو العالمي المتراجعة بالنسبة للاقتصاد الألماني. نعم، لكن يعني واضح بأنه حتى ديناميكية الأسواق تبدو حذرة وضعيفة نسبيا الآن أستاذ رائد، مع هذه البيانات الضعيفة اللي عم تأتي من الاقتصادات الأوروبية. برأيك أي خطوة من المركز الآن صوب خفض مزيد من الفائدة بديسمبر المقبل، هل سيكون انعكاسه بشكل أوضح على الأسواق؟ يعني كان هناك توجيهات بأنه يجب أن يكون أولا التحرك ماليا ومن خلال تحفيز السياسة المالية من الحكومة الألمانية، وهذا كان قد يعني تم طلبه من قبل صناع السياسة النقدية داخل المركز الأوروبي، وتوجيهه إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي. حقيقة يجب أن يكون هناك أولا خطة تحفيز مالي من خلال تخفيض الضرائب، من خلال ممكن أن يكون في عندنا خطة واسعة النطاق بتحقيق التحفيز المالي المطلوب. وأيضا على الجانب النقدي، حقيقة المركز الأوروبي أظهر ضعف حقيقي في الفترة الماضية بابتكار وسائل غير تقليدية بشكل أكبر وتحفيز الاقتصاد الأوروبي الذي يتداعى والذي يظهر إشارات سلبية أكثر وأكثر كان في الفترة الماضية، وحتى الآن يبدو أن هناك تخوف من ماريو دراكي بصياغة خطابه الأخير الذي كان قد أظهر فيه أن التوجه نحو وسائل غير تقليدية ممكن أن يضع المنطقة الأوروبية في أزمة يصعب الخروج منها فيما يتعلق بمستويات التضخم التي قد تخرج عن السيطرة، أو أن يكون هناك نمو غير مستدام بالنسبة للمنطقة، وبالتالي طفرة في النمو بالمنطقة الأوروبية. وهذا أمر يعني لا يريد أن يفكر فيه داخل الاتحاد الأوروبي، إنما يريدين تيسير غير مسبوق داخل أوروبا حتى يكون هناك يعني خروج من حالة الركود الاقتصادي التي نراها، خصوصا أنه في عندنا تأثير اقتصادي عالمي كبير على هذا الموضوع. نعم، قرأنا قبل قليل فيما يتعلق بعودة التفاوض بين بكين وواشنطن على لسان وزير الخزانة الأمريكي، لكن ربما لم يكن هناك اهتمام كبير بالعودة إلى طاولة المفاوضات كما كان يحدث سابقا. يعني لا ندري إلى أي مدى هناك، لا نقول يأس، ولكن ربما عدم يقين بأن الطرفين جادين ربما في التوصل إلى اتفاق.
أعتقد يعني تماما ما قاله ترامب في تغريداته الأخيرة لكونه هي وسيلة التواصل الرئيسية مع المجتمع. ذكر أنه غير مهتم بالصفقات الجزئية، وبالتالي هذا ما كان تدفع له الصين حقيقة من خلال زيارة المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على أنها سوف تقوم بالاستيراد بشكل أكبر من المنتجات الزراعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لن يكون حلا كاملا للمطالب التي كانت يريدها الطرف الأمريكي. والتصعيد أكثر في الفترة الحالية يعتبره ترامب وتعتبره الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي هو لصالح الاقتصاد الأمريكي أكثر منه لحساب الاقتصاد الصيني، الذي أظهر حقيقة أكثر من الاقتصاد الأمريكي تراجع وبطء في معدلات النمو وتأثر أكبر بالأزمة التي تدور حاليا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وبالتالي حل جزئي على أساس أن يكون هناك توسيع في تصدير الأمريكي للصين للمنتجات الزراعية، على أن يكون هناك تنازل بعض الشيء عن المطالب المتعلقة بحقوق الاختراع وما إلى ذلك، ممكن أن يكون غير مقبول على طاولة المفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يكون هناك ضغط أكبر على تحجيم الصادرات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية حتى تحقيق يعني اليد العليا للمنتجات الأمريكية في الداخل الأمريكي. يعني يبدو بأنه أيضا كل الأحداث عم بتخلي المستثمر يتجه للذهب، وإحنا شايفينه عند أعلى مستوياته. رائد جي بي مورغان أعطى توقعاته لأنه ممكن يوصل لحدود 1780، وهذا يعطي نوع يعني من التردد بالنسبة للمستثمرين، هل هي عمليات شراء الآن أم عمليات احتفاظ أم بيع للاستفادة من الأسعار المرتفعة؟ قولا واحدا، نحن نرى أن الذهب هذا الارتفاع القوي الذي حدث مؤخرا ما هو إلا بالنتيجة دخول سيولة جديدة، وبدخول هذه السيولة الجديدة أو أكدت على أنه الاتجاه العام قد يكون المقبل قد يكون يتجاوز مستويات $2000 للأونصة، والتأكيد على ذلك يأتي من خلال استقرار وتعاملات فوق مستويات مهمة جدا. يعني نحن عم نتحدث عن فوق مستويات $1500 للأونصة، الآن $1526-27 للأونصة، يعتبر ذلك يوجد سيولة ضخمة هناك، يوجد مشترك قوي عند تلك المستويات، وأيضا الظروف كما ذكرتي تخدم بشكل كبير أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات. لكن على المدى يعني القصير قد نشهد كنظرة فنية أنه ممكن يكون في عنا بعض التصحيح أو تراجع، وهو صحي جدا لمزيد من الشراء ده على الذهب. قد يصل التصحيح إلى مستويات $1450-$1460 للأونصة. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.